الخطأ إذن والضربة الحرة لصالح المنتخب البحريني. السيد محمد عدنان بالخبرة المعتاد على هذا الملعب والمعتاد كذلك على اللعب في الدوري القطري مع نادي الخور، والآن الضربة الحرة لصالح المنتخب البحريني. الله، جول أول في اللقاء عن طريق فوزي عايش. المنتخب البحريني يتقدم بأول أهداف المباراة عن طريق ضربة حرة يسجلها اللاعب فوزي عايش، ومنها الهدف الأول. شاهد من جديد الضربة الحرة بالقدم اليسرى، نفذت قوية للغاية، أسكنت في شباك المنتخب القطري، تخطت حائط الصد وانتقلت بعد ذلك إلى الشباك إلى مرمى قاسم برهان.